مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة. نبحث قضايا أساسية في لبنان وفي المنطقة العربية، لا بل في كل العالم. في هذه الحلقة نريد أن نضيء على بعض الملفات الأساسية، تحديدا ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية. ماذا حصل مع الجيش في عرسال؟ ولماذا صوب على الجيش؟ ولماذا في كل مرة تتكرر الاعتداءات على الجيش؟ وبالتالي كيف ستكون المعالجة؟ لماذا تدفع منطقة بكاملها أحيانا الثمن مقابل مجموعة مسلحة متطرفة عنفية، حتى كما سماها الأمريكيون أنفسهم؟ في أي حال، أين اللبنانيون مما يجري وأين لبنان؟ وكيف ستكون المعالجة؟ هل سيدفع مجددا لبنان الثمن أم ستذهب على من ذهب، خصوصا من الضحايا أو من الشهداء العسكريين كما حصل في عرسال؟ من هو المسؤول ومن يتحمل المسؤولية؟ هل حكومة بكاملها ورئيسها قال ما قال، أم قيادة جيش تنتظر الإشارات الخضراء والإشارات السياسية الموجودة وتحسب بحكمة وروية كما تقول للدخول في معالجة هذه القضية؟ أين اللبنانيون؟ أين اللبنانيين من كل ما يجري؟ وهل تكون الاعتراضات أو التضامن مع الجيش بقطع الطرقات كما يحصل في بعض المناطق؟ هل هي ردة فعل؟ ولماذا ينتقدها البعض ويرحب بها البعض الآخر؟ هذا هو لبنان، ولكن إلى أين؟ السؤال الدائم. ماذا أيضا في السياسة وفي بعض تفاصيلها؟ وهل تنتظر الإشارات الخارجية؟ عن هذه الإشارات أيضا نتحدث، وخصوصا أنه لا يمكن أن نمر في هذا البرنامج الليلة ولا نتحدث عن الزيارة التاريخية التي قام بها أول رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مصر. لماذا أول رئيس؟ لأنه منذ عام 79 وحتى اليوم لم يزر رئيس جمهورية إيرانية جمهورية مصر العربية، يعني أول رئيس من 79 منذ بداية الثورة حتى الآن أول رئيس الجمهورية الإسلامية. هذه الزيارة ماذا تعني؟ وماذا عن الانتقادات التي توجه إليها، وخصوصا ما أثير في مصر عن تدخل إيران في بعض دول الخليج وإلى ما هنالك من شعارات ذات أبعاد طائفية ومذهبية؟ ماذا يحصل في المنطقة؟ في هذه الحلقة نريدها شفافة واضحة بتجرد نتحدث، وخصوصا أن ضيفي هو دكتور حسن حمادي الصحافي اللبناني المعروف. أهلا بك دكتور. دائما اللبنانيين بس شايفك حزين، ليه؟ لا المؤدب حزن الوضع كله يعني بس ما محزن الوضع. أنت كان ليش وضع لبنان وحتى المنطقة وضع أفضل من هذا الوضع؟ لا أكيد، بس أنه كل ماله عمال بيسيء، وبعدين لعبة المذهبيات بهذا الشكل، هيدي بسميها أنا كالكول مكابر. هيدا مثل بيحكوا بالمذهبيات وبيصير يعدعد وبيعدعد حصص كذا، مثل بيعدعد جثث، يعني شغلة كريهة. لو بيعرف الإنسان اللبناني أنه لما عم بيمارس هالممارسات قدي هو بنحط ويزداد انحطاطه، يعني كان بيثير عنده شوية ثورة من أجل كرامته. بس اللبناني دكتور، بس اللبناني اليوم ولا كمان بشرقنا كله سوا؟ مقابل يعني في محطات عديدة اليوم أنا أتحدث عنها في دولنا، في لبنان، في المنطقة العربية بشكل عام ودول إسلامية، صراعات مذهبية مناطقية طائفية سميها ما شئت، وإسرائيل تفعل ما تفعل طبعا. واليوم حتى إجا اتهام بلغاريا على كل حال، رح نحكي في كل هذه المواضيع رح نطرق لها. بس يعني أول شيء موضوع الجيش دكتور، ما حصل في عرسال، هل لبنان بده يدفع الثمن كل مرة؟ مع مين الحق؟ الناس عم تسأل، هذا الطرف السياسي هون وهذا الطرف هون، وفي دم صارت بالأرض. إيه في دم صار بالأرض، بس الغريب بالأمر طبعا احنا ما بدنا أبدا أنه يصير في دم بالأرض يعني. بس بدي أقول لك الأساس هو السر، بيقولوا البيوت السر بالسكان، عرفت كيف؟ وأيضا الدول السر بسكانها. مين سكانها؟ مش بس البشر هون المقصود، القيمين على على شؤون الدولة يعني. نعم. عرفت كيف؟ إذا كان مثل بالبيوت، إذا كانوا سكان البيوت بيحترموا حالهم، بيعلوا سياج بيوتهم، إذا عندهم كرامة بيوتهم تبقى مصانة حرمتها. نعم. أما إذا كان ما عندهم أشياء من هالنوع، مين ما كان ينتهك حرمتها يعني، ما بيعود في شيء، تسقط كل القيم، تنهار كل المفاهيم، تسترع كلها يعني. هذا ما يحدث عنا بلبنان، نحن بحالة تحلل بيسموه. إيه؟ هذا تحلل الدول، عرفت كيف؟ نعم. نحن بمرحلة تحلل يعني. هذا التحلل ناجم عن هذه المعتقلات المذهبية الكريهة وهذا الانحطاط،
وبزار الاتجار بالدينات والطوائف والمذاهب، عرفت كيف؟ يعني بلغنا كلبنانيين مرحلة من الانحطاط الرهيب، أنه بلدنا رح يروح من بين إيدينا. في شغلة ملفتة للنظر مؤخرا صارت من كم يوم، تعرف في بالولايات المتحدة معهد كتير مهم يعني للدراسات بعد سياسات الدولة اسمه أسبن إنستيتوت، معهد أسبن الشهير جدا. تعرف أنه في برنامج اسمه برنامج لبنان أعلن إيقافه نهائيا. ليه؟ شو هو هذا البرنامج؟ أي هذا البرنامج اللي بيوضع خطط الإدارة عادة بدول معينة، سموها مثلا برنامج الجزيرة العربية، افترض برنامج القرن الأفريقي، في برنامج اسمه لبنان، في برنامج سوريا، برنامج العراق. وقفوا برنامج لبنان. ألغي. ليه؟ ألغي برنامج نتائجه سلبية برأيك وين؟ إيقاف هذا البرنامج. لأنه لبنان بالنسبة إلهم ومن خلال سلوك أهله يعني فقد شخصيته الكيانية. نعم. وبالتالي أصبح وضع ملحق بالكامل 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 بالوضع السوري، ما في أي لزوم لبذل أي جهد بشؤونه. هذا معني ذلك. شو يعني هذا؟ طبعا يعني حتى الحل للبنان دكتور، يوم تقول للبنانية حلكم اليوم ربطوا بالحل السوري، مشكلكم اليوم بالمشكل السوري، هني ربطوا حلهم، أزمتكم اليوم بالأزمة السورية، دمكم حتى على الأرض إذا سال بعرسال أو غيرها متعلق أيضا بما يجري في سوريا. كل شيء ربطوا اليوم بموضوع السوري، لأنه اللبنانيين ربطوا حالهم بهذا الشكل، يعني بشكل غبي تافه مغفل، بلا دماغ بلا مسؤولية بلا وطنية بلا أخلاق، يعني نتيجة هذا الانحطاط الكامل وصلنا لهلق. البعض هون يمكن بيعتبر أنه هذا الكلام عم تقوله نتيجة كذا وكذا وكذا وبلا دماغ. لا، أنه كأنك عم تتعدى على مسألة هني بيعتبروها حرية. يعني اليوم بعض من تدخل في سوريا للحرية في سوريا، البعض قال أنه نحن دخلنا من شان الإنسانية يا دكتور، مش من شان لنعزل لبنان بس. ما في ناس طلعت حكيت هذا الكلام؟ ما في قوى سياسية عم تبني خطاب اليوم على أساس هذا الموقف؟ كله هذا ليك تقلك، كله قائم على قاعدة ثقافة الكراهية، عرفت كيف؟ والتبعية للخارج. ما لهم أي قيمة اللبنانيين، منهم بحساب حدا شيء. نحن يعني نقعد مع بعضنا نفتكر حالنا اننا يعني نصف الكون، وهذا مش هذا الكلام غير صحيح سيدي. انا عم قلك هذا الكلام غير صحيح، مع انه اللبناني نحن اصبحنا فعلا بلا وزن ولا طعم ولا رائحه بعدين، ثق تماما ذلك. بس دكتور بالمقابل الكل كان عم همه يحيد لبنان عن الصراعات اللي عم تجري، ان كان الاوروبي الامريكان دول العالم كلها، وبالتالي كيف عم اليوم تقول لا 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 بطل بعين الاعتبار الدولي بهذا الاطار، وعم تحمل مسؤوليه للبنانيه، وبالتالي هني ما عم يوقفوا مع انفسهم، يعني ما عم يوقفوا مع حالهم مع وطنهم. اي طبعا. لا بدي اقول لك الدول قصه تحييد لبنان وتحييد لبنان، انا بقدر بحلف على دوله وحده هي دوله الفاتيكان، إيه؟ بهم تحييد لبنان ما يتضرر لبنان، اما باقي الدول كلها لا، ما انا سالاني عن لبنان. هذه دول كاذبه، يعني دول كاذبه. بعدين طبيعه اليوم اداره الدول لم تعد كما حتى في الماضي القريب منذ كذا سنه، اليوم اللي عمال يعبثوا بشكل اساسي هي دول الحلف الاطلسي. ببلادنا دول الحلف الأطلسي عبارة عن الإمبراطورية الولايات المتحدة، والكيانات السياسية المحتلة في أوروبا خاضعة على الاحتلال، يعني دول خاضعة على الاحتلال تنفذ السياسة الأمريكية، عرفت كيف؟ مثلا شفنا منظر فظيع اللي شفناه، وأنا قديش يعني عذرا بس قديش يعني استخفيت برئيس فرنسا. ليه؟ بيجي على لبنان بيقعد 3 ساعات يعمل مؤتمر صحفي، عسكروا هون على الأرض اللبنانية وزدتوا أكثر من 80 قتيل، زدتوا دمهم هون على الأرض اللبنانية، ما بيتنازل يروح يزور يحط إكليل على ضريح عسكروا يعني هون. هذا اللي قلك، بس أنه حكام هذيك الدول هن مجرد موظفين عند الإمبراطورية أصبحوا. الإمبراطورية الأمريكية؟ الأمريكية طبعاً. مع أنه اليوم عم يتراجعوا الأمريكان، هلا ما رح فوت بالموضوع. بيتراجعوا بس أنا عمالي بحكي أنه من اللي عمالي بيشتغلوا فينا. شوف بيتراجعوا بأشياء وبيتقدموا كتير بأشياء تانين. على صعيد العالم العربي هم يتقدمون بشكل ساحق فظيع الشكل الأمريكيين يعني. نعم. اليوم عندك الدول العربية بأكثريتها الساحقة حكومات صهيونية عربية.
حكومات موالية بالكامل للولايات المتحدة ولإسرائيل. خليني قبل ما أنتقل الموضوع العربي بما أنه نحن بموضوع اللبناني تحديدا الآن خليني بلش موضوع الجيش. ما حصل مع الجيش دكتور؟ كنت بعدك عم تلوم يعني اليوم لما نسمع لي كلام لمسؤولين لبنانيين كل واحد منهم عم بيصوب بميلي حتى البعض عم يتنم مع مين الحق مع الجيش ولا مش مع الجيش مع مجموعة مسلحة قتلت عسكريين ضابط ورتيب وجرحت من جرحت بأسلوب همجي ولا مع آخرين البعض عم يطالب بتحقيق يعني كمان لتبيان العدالة أو تبيان الحقيقة الكاملة كما صار. دكتور كيف قريت وشو اللي شفته؟ لا ليش اجت التصريحات بهذا الشكل من رئيس الحكومة لغيره؟ أقول لك أنا أول شيء قلت لك أنه لما بيكون يعني السر بالسكان قلنا بالأول عرفت كيف هذه بتختصر كل شيء يعني نفهم ليش الوضع هو كما هو عليه يعني. بعدين بدي أقول لك مبدأ منطق المعتقلات المذهبية ما بيكون غير هيك يعني. ترجع للمعتقلات المذهبية هي السبب. كله هوني كله هوني فهمانين اللبنانيين دكتور كله هوني منن عارفين أنهم إلى زوال أصبحوا اللبنانيين أصبحوا إلى زوال واضح وبعدهم قاعدين بهذه المعتقلات يا أخي والله بالشرف تعرف يعني شو بالزمان كان يجي يعمل بالزمان يجي البروتستانت يعمل رئيس جمهورية بلبنان صح عرفت كيف بالزمان إجا المسلم السني الشيخ محمد الجسر بده يعمل رئيس جمهورية ليلتها اضطر المستعمر الفرنسي أن يحل مجلس نواب ليمنعه أن يأتي رئيس الجمهورية, رئيس الجمهورية. كانت بلدنا بشكل مختلف بعد 3-4 سنين من الاستقلال حبيب أبو شهر الأرثوذكسي يصبح رئيس مجلس نيابي لاحظ وين نحن بأي صرنا عمالي نعمل حسابات قدم العالم كذا. كله سوا نحن بعدين بدي أقول لك معلش إذا كانوا كل ما شاء الله كل المعتقلات تدارى طيب بهذا الشكل على حساب وحدة البلد يعني معناتها نحن وطبعا مش معناتها نحن هذا الواقع عبارة عن ساحة معتقلات مذهبية فيها صراعات مافيوية وعصابات مهربة عرفت كيف تتحكم بالساحة بلبنان في مؤسسة وحدة محترمة وحرام لأنه هيدي تشكل ما تبقى من جامع مشترك بين اللبنانيين لمؤسسة الجيش مؤسسة عسكرية هذا الهجوم عليها هو هجوم على وحدة الكيان هذا بكل بساطة هذا هجوم حصل دكتور هجوم ولا على وحدة الكيان مش بهالشكل ليك تقلق يعني محطة عرسال جزء من هذا الهجوم تعتبرها من قبل مجموعات كانت عم تتربص شر بالجيش هون السؤال لأنه اللبنانيين ما عم يعرفوا حتى بموضوع الجيش المفروض كلهم يكونوا وراء المؤسسة العسكرية كمان عم يتنازعوا دكتور مش هذا الواقع طبعاً بالسياسي وغير السياسي إنه اللبنانيين هن فارطين بالخالص يعني فارطين بالخالص يعني ما بيحترموا نفسهم أول شيء بدي أقول لك الشيء اللي صار بعرسال يدمي قلبنا لأنه كل إنسان بريء يسقط عرفت كيف صح يدمي قلبنا وبعدين أنا بقدر بحكي مجرد لأنه مني لا أتبع إلى أي معتقل أنا كلبني بالنسبة إلي ابن عرسال هو حبيبي وخيي عرفت كيف مثل ابن بعقلين مثل ابن دير القمر مثل ابن الضاحية مثل ابن عكار بالنسبة إلي أنا نافي الغرضين يعني صح مني مغرض لما بحكي مني مغرض الله يطول بعمرك على حال طول لي عمرك أنا اللي بفهمه أنه صار حدث اعتداء على الجيش اللبناني نعم. بطبيعة الحال أنه الجيش اللبناني بيرد ورد مسؤول ورد منه غوغاء إلى الجيش اللبناني إطلاقا هو المؤسس الوحيد يلي ما عم تشتغل غوغاء يعني وبالعكس عم تتحمل كتير دروبي وأنا بعتبر أنه الجيش اللبناني إذا بده تبقى الأمور بهذا الشكل كأنه بيصير محلول يعني الجيش اللبناني كأنه محلول وأكبر غلط الكلام أنه الجيش يتمتع بغطاء سياسي أو لا بدك أنت تدافع عن حالك وتدافع عن أرضك وعن علمك وكذا وإلى آخره بدك غطاء سياسي ومين اللي بده يعطيك غطاء سياسي قوة سياسية اليوم مين يعني طب ما هو احدى القوى الموجوده الجيش ما بدك تعتبره قوه امر واقع يمكن لا هو قوه امر واقع مش هيك دكتور عم ينطلقوا من هذا الموضوع مش دفاع بس لحتى تناقش انا وياك حول هالموضوع عم ينطلقوا شو يعني غطاء سياسي غطاء سياسي يعني الجيش يخضع لقرار السلطه التنفيذيه في البلد مش هيك ولا لا ليك عندنا الى معنى اخر شو لا عندنا معناها مساومات وتزبيطات خلف الستار وإلى آخره مش سلطة تنفيذية واحدة تا
طيب السلطة التنفيذية ليه ما بتتصرف كسلطة تنفيذية حضرتها أيضا؟ ما هذا يدينا، هذا الكلام يدينا إدانة فظيعة. ليه ما بتتصرف كسلطة تنفيذية؟ ليش؟ كمان هي بدها غطاء سياسي لتتصرف. نعم. إنه يعني شو الغطاء السياسي؟ إنه المعتقلات أن تتوافق على صيغة معينة، وهي مجرد وجود هذا المعتقلات دليل على تخلف وعدم أهلية لإدارة أي شأن بالبلد. كيف بدك تعطيها إلى أمر خطير من هذا النوع يعني؟ كيف بدك تعطيها يعني؟ بدك تعتبره يا سيدي للجيش حالة أمر واقع إلى سوية المعتقلات يعني بكل بساطة. لما بيكون في معتقلات مفروض أنه يكون في يعني عدم مطالبة إطلاقا للجيش بأي شيء يرتكبه لما بيكون في معتقلات بهذه الحالة. طبعا نحن قدام هذه الحالة يعني حالة جرمية هذه المعتقلات حالة جرمية قدام هذه الحالة والجيش اليوم دكتور يمكن في مشهد اليوم شفناه منيح بعرسال خلينا نشوفه أنا وياك الآن. هذا المشهد طلاب مدارس تلاميذ حاملين هذه الوردة، هذا الجيل اليوم حامل هذه الوردة عم يعطي للعسكري أكيد. هذا الجيل على أي أساس عم يربى؟ أنت برأيك اليوم قدام مشهد اللي حصل من أيام بعرسال والقتل والدم والضرب، كمان قبل عرسال حصل بمناطق ما عديدة اللي حصل بالشمال واللي حصل مناطق طبعا. أخرى اليوم في مشهد طلاب مدارس عم يعطوا وردي، كيف توصف هذا الواقع دكتور؟ لا. شو ناطري من هذا النشأ كمان؟ الدنيا فيها خير بالأخير عرفت كيف؟ وأكيد هيك حركات ليك هودي هالطلاب ما في أطيب من قلوبهم يعني. نعم. طب ما هودي حقهم كمان والجيش منه عدو لهودي يعني شو متحكى حال بين يعني. وخين وعمن وخال. إيه إذا في الجيش هو نحن. بالحد يعني. الأدنى بعرسال فيها 500 عسكري حسب الموضوع بس بعرسال. طب هو ال 500 عسكري لو كان عمه وخاله وابن عمه كل واحد بيقرب مين بيطلع الناس كل ايه طبعا طبعا بس قطعا ليك بلبنان في حالة هالانتشار الفظيع للأسلحة هذه الارتباطات الطويلة العريضة الخارجية يعني ما حدا عنده مشروع لبناني يعني كله تابع للخارج بتصبح هيك البلاد بتسيب بلد سايب هذا أصبحنا نحن لذلك عندنا بعد هالمؤسسة اسمها الجيش عرفت كيف بعدها بتشوفها بين كل مؤسسات الدولة بصريحة هي الوحيدة المحترمة بعدها اللي بتستحق الاحترام مقتنعين يعني. اللبناني اليوم دكتور برأيك بموضوع الجيش ما هني من اللبنانيين يلي البعض خرجوا عن هذه البوصلة أنا بقول الكل حتى اليوم اللي عم بتصير تضامن معه بهذا الشكل أو بهذا الشكل ولكن البعض خايف من هذه المعتقلات المذهبية اللي عم تحكي عنها أو الطائفية أو حتى المناطقية في وقت من الأوقات ولكن اللبناني كيف يمكن أنه تقول للبناني هيدا جيش بلدك هيدا اللي حميك ايه طبعا. بده يفكر أنه صار كلمة وطن يا أخي أنه صارت صعبة لازم نرجع نتفق أنه هل نحن وطن أو لا يعني كيف الحكي هذا ما هذا الزوال اسمه لو هالناس بتعرف أنه هي كوارث على أولادهم على مستقبلهم هيدي الفقر هيدي التعتير هيدي الدم عرفت كيف هيدي اللجوء هيدي التشتت لو عندهم دماغ اللبنانيين بيفكروا هيك يعني يا عيب الشوم يا عيب الشوم شو عم نعمل ببلدنا يعني عيب يا عمي يعني ما عاد في شئمة يا عمي كان بالزمان في رجال بلبنان يا أخي يعتزوا أنه يحترموا علم بلادهم الصورة الشهيرة الأمير مجيد أرسلان راكع عم بيقبل العلم وين في سياسيين اليوم يا أخي قلت الشئمة ضربت نابة بشكل ما عادي هذا هالأمر بالنهاية هي أرضنا كمان أرضك وأرضي وأرض ابن عرسال وابن دار القمر وكذا وإلى آخر هي أرضنا هذه لا ما منقبل أن تزول بهذا الشكل يعني ولا يجوز أن تزول يعني لأنه في مهبيل وناس بيعين حالهم وتجار ديانات ومذاهب وطوائف يعني كيف الحكي هذا بعدين شو الأحزاب التافهة بلبنان يعني عم تنقبر تتحرك شوي تدافع عن شيء اسمه مجتمع لبناني طب ولو وصلت الأمور لهالمستوى من الانحطاط لك ما عاد في حدا عنده نخوة ومروءة يقول انه هالمؤسسة اللي باقي من شيء اسمه دولة لبنانية عيب ننصرها هيدي طب يعني قلة الشأمة إلى حدود
إلى حدود يا أخي. سقافة جديدة دكتور اليوم، سقافة جديدة عند اللبنانية بفعل الامتدادات اللي عم تحصل. يعني اليوم عم يحصل بمنطقة حدودية، قبل المرة بمنطقة تانية، الجيش يخون أو جزء منه يتهم بأنه مرتبط اليوم بأحزاب وقوى، جزء الآخر بيقول لك لأنه عنده بعد عقائدي معين يتهم الجيش بأنه يرفع أمور خارج. يعني كل هذا المزيج القصة حول العقائدية. أقول لك صديقي، القصة العقائدية تبع الجيش أنه عقيدته بيعتبر أنه إسرائيل هي العدو. خلي يفهم القاسي والداني، نحن لن نسلم لبنان لإسرائيل، نحن أصحاب البلاد الأصليين لن نسلم لبنان لإسرائيل. شو خص هاي بدها بهاي؟ تكون واضحة نعم لأنه هون شو العلاقة، شو العلاقة اليوم موضوع الجيش والاعتداء على الجيش وحادثة حصلت بعرسال؟ طبعا هون أهم شيء نشدد أنه أهل عرسال منن بهذا الجو ولا هن أبرياء وهم وطنيون وهم أهلنا وهم مظلومون مثلنا. وقاوم إسرائيل عبر المراحل التاريخ كلها طبعا طبعا. أهل عرسال، عرسال هي قلعة وطنية لن تصبح للإسرائيليين. شو خص الإسرائيلية؟ الإسرائيلي أخرى موجود بكل شيء. وين دكتور لبنان. وين في الرابط؟ ليش دغري بدنا نروح على شماعة ونقول إنه إسرائيل؟ يمكن هذا البعد عنده مجموعة إلى بتقلي طائف، بعد طائفي بيقول لك إيه، بعد إقليمي إيه، بعد ما يحصل في سوريا إسرائيل. إيه، بس إسرائيل ليه إسرائيل؟ كل المسألة إسرائيل. وين مستفيدة إسرائيل؟ لا إسرائيل مستفيدة من أنه العرب صاروا صهاينة، بدك استفادة أكثر من هيك؟ يعني شو ها عربيم هودي كلهم كلهم هو ها عربيم. وعنا بلبنان كمان طبعا الصهيونية العربية حبيب قلبي هي تقريبا مستقطبة بحدود نصف الشعب اللبناني. يعني طبعا شو لك، ما هذا واقع. يعني أنا ما بتفرق معي مين بيحكم لبنان، يعني أنا بيهمني أنه لبنان يبقى لبنان اللبناني، ما يصير لبنان إسرائيلي. يعني نعم المشكل، حقيقة المشكل هو الموقف من إسرائيل، نقطع السطر، هيدي أساس كل الأشياء هيدي. نعم إياك تفتكر شيء تاني، الخلفية كل الأشياء. وإذا في معتقلات مذهبية بلبنان مستمرة نتيجة نفوذ الصهيوني الموجود بلبنان طبعا لهذه الدرجة تاريخيا هيك. نعم سيدي ليه؟ وين هذا الواقع؟ وين تاريخيا وين؟ بفهم انه اسرائيل بتستفيد من الصراعات، انا معك، بفهم انه اسرائيل بدها حالات مذهبيه مشابهه لها، ليس فقط طبعا. في لبنان بل في كل المنطقه، بقول لك انا معك طبعا. بس اليوم هذه المجموعات اللي هي تعتبر نفسها انها تناضل من اجل مطلب معين، من اجل حريه معينه بين هلالين، من اجل نظره معينه، هيدي مرتبطه كمان باسرائيل. هل الناس ضحيه حتى اللي ماشيين معه لهول المجموعات لا. او هودي المتقاتلين او اللي عم بيقاتلوا الجيش أو اللي عم يعملوا ويسووا بلبنان؟ لقل لك شغلة كل فكر تعصبي بصب بالنهج الصهيوني، حالة صهيونية، هذا التاريخ أثبت لنا ذلك. يعني عرفت كيف؟ أي اعتداء على الجيش اللبناني بهذا الشكل والتمثيل بالجثث هذا عمل صهيوني. يعني تمثيل بالجثث طبعاً اعتداء. لماذا يقتل هذا الجندي اللبناني؟ ليه بده يقتل؟ يعني لا، انه جريمته انه هذا ما بده يكون تابع لمعتقد، وبالتالي مطلوب تدمير هذه المؤسسة، مطلوب انهاء تدمير جيش لبنان. لا مثل كل مؤسسات الدولة، يعني انتبهت كيف؟ مطلوب الغاء نهائيا، شطبة حذفة. يعني هذه انا ما عم قول انه إيه والله الجيش وقائد الجيش وكذا شيء منزل من السماء بقفي وهي، لا، بس أنا عم قول كمؤسس الجيش كمؤسس، ما في مرة ضرب الجيش إلا ما كلنا كلبنانيين ندمنا كتير. نعم. بعدين عيب، ما بيكفي تب شو عملنا ببعضنا 15 سنة حرب أهلية، عم عيب هذا اللي وصلن له. ما رح نرجع يعني. ما رح نرجع لما نتقاتل، بس ما بنعمل حرب. الكل عم يركز هيك، كذابين، كلهم كذابين. اوعى تصدق حداها، اوعى تصدق كل انسان بيمشي بالمعتقلات المذهبيه. لحظه اللي بيجي الامر من الخارج يعمل حرب، بيعمل حرب اذا طلع بايده. اياك تفتكر هذا الواقع. هلا اذا بدنا نتكاذب اوكي نحكي لبنانيين وبيحبوا بعضهم يتركونا نعيش بنعمل التباديع، كله هذا اكاذيب خلصنا منها. اذا منشوف نحن شو وضعنا انمائيا
اقتصاديا ثقافيا وطنيا، إذا بس عنا شوية تفكير ونتطلع لهالشيء هذا مفروض أنه نرتعب يعني من حالتنا. طيب بعد الفاصل خليني أخذ فاصل أول كمان أتابع في الشأن اللبناني قبل تطورات أخرى بعض التفاصيل حول موضوع هذه المعتقلات المذهبية بأبعادها إلى أين في هذا الإطار خصوصا مع بعض الشواهد. ابقوا معنا وتابعوا. إلى متابعة هذه الحلقة، إذا نعود لمتابعة هذه الحلقة مع الدكتور حسن حمادي الصحفي اللبناني، طبعا حول قضايا أساسية. بدأنا بالجيش، موضوع الجيش، التضامن مع الجيش، الحملة على الجيش، ما حصل في عرسال كمحطة من المحطات تتكرر في لبنان كل فترة. في هذه الحلقة كما ذكرت أبدأ من هذا الموضوع لأتحدث عن مواضيع أخرى لها علاقة بيومياتنا اللبنانية وأيضا يومياتنا في المنطقة العربية. دكتور، كنا عم نحكي عن موضوع الجيش ورح كفي بهذا الإطار، رح كفي بهذا الإطار، بس خليني استمع لكلام نواب يمثلون الأمة حول موضوع الجيش واستهداف الجيش، وخصوصا أنه في حالة شعبية تضامنية سواء عرفت تتضامن أو ما عرفت تتضامن مع الجيش. خليني استمع لهذا الكلام ومن بعد الكلام نتابع نحن الكلام. من أهل عرسال هذا المطلب مش من الجيش، أولا على أهالي عرسال اللي بعرفهم منهم وعندي ثقة فيهم أن يحرروا عرسال، لأن عرسال مأسورة هلا، مأسورة من 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 بعض الخارجين عن القانون والتكفيريين والإرهابيين الذين وضعوا عرسال في هذه الخانة. ثانيا أنا أطالب بالجيش أن يستمر بهالموضوع، الجيش يجب أن يستمر بحزم، بجدية، بمناقبية، بانضباط تحت سقف العدالة، وليس أعرف بالجيش لا ينتقل من حدا. كثير حكيوا عن الإذن، ما في إذن بالمواضيع ده، زري أمتى في إذن؟ يعني القرار أن يكون سياسيا وينفذه الجيش، إذا في إعلان حرب بيأخذ القرار مجلس وزراء مجتمع، إذا في نشر الجيش على الحدود بيأخذ قرار مجلس وزراء وبينفذ الجيش. بس إذا الجيش لقطت استخباراته إرهابيا ما أو مخالفا أو مجرما في مكان ما أو من اللي بيخطف وراحوا ليجيبوه بياخدوا إذن وبدوا قرار سياسي أعوذ بالله، وبياخد إذن ليفوت على بيته بيقدر يفوت على نص بيته. الجيش مطلق، هون ما في أنصاف قلوب، نحن ما فينا نقول عن نقول إنه بدنا سلاح واحد بإيد الدولة ما يكون عندنا الموقف الواضح من الجيش اللبناني. نحن بدنا ما يكون في سلاح بلبنان إلا بإيد الجيش اللبناني، بدنا الجيش اللبناني والقوى الأمنية يكونوا وحدهم مسيطرين على كل التراب اللبناني، المس بجيش خط الأحمر، المس بكل القوى الأمنية خط الأحمر. نحن تأييد التأييد اللي عندنا إياه للجيش تأييد مطلق، هيدا هو الموقف. ما في مناطق معزولة ما في اطلاقا في 10452 كيلومتر مربع هي كل اراضي لبنانيه يجب ان يكون الجيش وحده يسيطر عليها. انا برايي الجيش اللبناني اكثر من اكثر كل الافريقيا صاروا مؤمنين انه ما له خلاص الا من خلال الجيش اللبناني. لازم كلنا سوا ندعم الجيش، لازم كلنا سوا نعطي الدور أكبر بدون أي تحفظ، لأنه هاي الطريقة الوحيدة لنخلص بلدنا. زود ضرب بيت الحديد. بكل وضوح تطبيق القانون على كل المواطنين اللبنانيين سواسية. أنا أعتقد عندما يدخل أي مواطن الجيش اللبناني يشلح الرداء الخاص بالمغربي ويلبس بدلة الجيش الذي هي تمثل رمز الوطن. وبالتالي الكلام بهذه الطريقة على الجيش هو تحريض على هذه المؤسسة. وأنا لا أريد أن أخيف الناس، ولكن هذا دائما كان يحصل في التاريخ قبل الحروب. ضعف المؤسسة التي تحمي لبنان، ضعف هيبة هذه المؤسسة، إخافة العسكريين أن يقوموا بواجبهم تمهيدا لقيام الأمر ما، إن شاء الله يكون غير. وأعتقد أننا أعطينا خير مثال في الضاحية في اللقاء عندما قامت قوات الجيش اللبناني ومقابلات الجيش المدعمات والمقابلين في جنوب الهرمي في داخل الضاحية. هذا بنفس الشروط، يعني احنا بيتهمونا انه دولة ضد دولة، نحن وحدونا هنا لا نتدخل في اعمال القوى الدولية من سواء من داخل الى جيش مصر. موضوع دعم الجيش اللبناني موضوع ما فينا نبحث. الجيش اللبناني خط احمر، الخط الامامي للاستقرار ولا بقاء. كل مين يتهجم على الجيش اللبناني عم يتهجم على الوطن، عم
بتهجم على المواطن وبتهجم بالنسبة لنا الجيش. ونتمنى أن هالموضوع ينتهي لأنه الجيش والقوى المسلحة لهم حق التدخل بتوقيع السياسية، وكل من بيغطي المخالفات هو لازم يتمثل أمام القضاء. إذا استمعنا لتصريحات بعض النواب هون دكتور، بعض النواب كالعادة إنه الكل مع الجيش بالشكل، الكل ضد ما يحصل بحق الجيش. أنا حتى أطلع من هذا المحور على محاور أخرى نحن نعيش في 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 لبنان أمام هذه الحالة، أمام هذه الواقعة. كيف يمكن للبنانيين اليوم أن يعوا أن مؤسسة عسكرية هي ضامنة للكل، لأمن الكل، أن المستفيد هو إسرائيل، أن المعتقلات المذهبية مثل ما سميتها مضرة للوطن، أن هناك أزمة تطلع برأس الفقراء والمعترين؟ كيف؟ خصوصا الفقراء والمعترين لأي منطقة انتموا هن اللي دايما أكثر شيء بيدفعوا الثمن بحالة المشكلة وبحالة الأزمة وبحالة الدم، وعلى حسابهم يتم تتراكم الثروات المشبوهة المتآمرة على حسابهم وعلى حساب أولادهم وعلى حساب عرق جبينهم ودمهم، عرفت كيف؟ ودم أولادهم أيضا تتراكم الثروات المشبوهة يلي لا تنتمي بالنهاية للبنان هيدي، عرفت كيف؟ على حساب هالفقراء اللي مثلي ومثلك ومثل ابن عرسال ومثل ابن تباني وجبل محسن وتباني وجبل محسن وعين ابل وابل السقي يعني على حسابنا كلنا هالناس هيدي تتراكم الثروات، عرفت كيف؟ على حساب دمنا وعرق جبيننا وحقوق اولادنا والى اخره. انه بده الانسان بده شوي يحس انه يختار الحريه، بده يطلع من المعتقلات مذهبية. ما عاد إذا بدنا نضلنا بالمعتقلات هذا المشهد سوف يتكرر ومن سيء إلى أسوأ، والانحطاط ليس له قعر. حضرتك كتبت سجد يحكم دولة شايك؟ طيب جيد، مقال تحت هذا العنوان. تماما، مقال تحت هذا العنوان. طيب سجن يحكم دولة، عرفت كيف؟ أنا أتعاطف مع هذا المسجون، انتبه، أنا أتعاطف مع هذا المسجون، وقطعا هذا المسجون يلي من جوا عم بيدير عمليات بالشو اسمه تليفون، واللي صار عنده بديش استخدم عبارة فندق كذا نجمي لأنه كتير استهلكت، عرفت كيف؟ واللي عنده كل التسهيلات واللي بيطلع هداك النهار آمر سرية السجون زلمي آدم عم بيقول شو إمكانياته، عقيد نسيت اسمه، طلع على التلفزيون قال يا أخي ما قادرين نحن نفوت على تصور، عرفت كيف؟ أنا طبعا بحترم هول المساجين الجوة أكثر من ما أحترم، عرفت كيف؟ مقصرين، المقصرين مليون مرة. يعني اتصالات موجودة بالسجن، ما في رادع وما في قدرة للدولة اللبنانية تمنع اتصالات. أنا بدي بكل بساطة عم نحكي عن المسجونين الخطرين حتى تماما. يمكن وأنا بعرف أنه في مسجونين يعني معطرين يعني تمام. هذيك المرة ما صار فيه هذا الشاب اللي سجن 15 سنة اتهم بقتل دبلوماسي أردني، مش 15 سنة، وثبتت عليه البراءة، براءته قبل بسنتين، وبقيت تجرجر سنتين لصدر مرسوم العفو. يعني شيء ما عاد طبيعي عنا، وكل عمليات تتم لتيئيس الإنسان اللبناني، هالشباب، هالجيل الشباب خصوصا، مثل هو هالأطفال، أطفال عرسال اللي أخذوا الزهور للجيش لتيئيس ليفلوا من هالبلد. نعم. لأنه المطلوب يفلوا هودي من البلد، عرفت كيف؟ مطلوب تفريغ البلد من أهله. هيدي السياسة المنهجية وما يسمى بالدولة لمصلحة مين؟ قطعا لمصلحة المشروع الصهيوني، ما في بحث، ما في شيء غير هيك. إياك تفتكر في بهالبلد مشروع واحد للمؤامرات تدعمه هو المشروع الصهيوني، وفي أهل البلاد الأصليين اللي بيريدوا أنه يتصدوا لهذا المشروع، هذا الواقع. كنت يعني عم تحكي دكتور عن موضوع السجن يعني. عم تحكي عن موضوع السجن، موضوع الاتصالات، موضوع توفر كل شيء، ولو ما بي مش ممكن مش ممكن تتعطل هذه النمرة يعني، ولو شو يعني لا بالأخير. طب إذا بتطلع مهزلي يعني. حتى على سبيل هذا الموضوع هناك من تحدث حتى في موضوع إرسال دكتور قال اليوم إذا في مطلوبين واعتدوا على الجيش وقتلوا من قتلوا وجرحوا من جرحوا، غدا بصير عملية توقيف بالسجن، بسجن رومية،
خمس نجوم دلال بعد فترة بنطلب عفو. طبعا هذا مع الدلال الموجود بالسجن طبعا عم نحكي طبعا هذا طبعًا. الواقع ايه طبعا زائد على ولو ما في ناس عملاء لإسرائيل بيفوتوا بيقعدوا لهم كم يوم بيطلعوا يعني طب ماشي خلاص انت بحالة هي بيسموها ديليكيسانس تحلل الدول. وبدي قل لك شغلي قلت لك نظرك لشغلي لي أسبن إنستيتوت ألغيت شيء اسمه برنامج لبنان ليش؟ هيدي فقط بتصير بحالة تحلل الدول الصومال مثلا كذا وهيدي صار في عليها اتفاقية دولية هيدي اتفاقية دولية انه الدول يلي تتحلل عرفت كيف بالبلوك الأجنبي الغربي كل الدول الغربية تتبع السياسة الأمريكية بدون حتى التفكير ممنوع التفكير بهذا الموضوع طيب. أمور كتير خطيرة بس نحن هون لا ندرك ذلك يعني كنت متوقع أنه ضج علي وقت إلغاء هذا المشروع وكأنه عم يعتبرك أنه أنت لم تعد موجود عمليا هون حتى مضلني بنظرة تشاؤمية مرعبة وتزيد هي. المشكلة دكتور عند الناس الناس اللي بتقول لا حول لي ولا قوة بهذا لا المشروع لا حول لي ولا قوة اليوم الناس إياك تفتكر في أقوى من الإنسان لما بيتخذ قراره قرار الإنسان الحر ما في قوة أقوى منه بيزيح جبال عرفت كيف بيزيح جبال قرار الإنسان الحر ولكن قرار الإنسان العبد اللي عايش بمعتقل مذهبي هذا قرار ما له قيمة هذا مفعول به بيكون مثل ما هو حاصل يعني أنا أؤمن بأنه هذا الإنسان اللبناني له حق بالحرية شوي بس هو بده ينتزع حريته طيب حتى هذا رح يجيب له اياها حتى انهي هذا الشق وننتقل الى شق المعلومات في اطار التحليلات وحضرتك هون موجوده معك بعض بعض القراءات الغربيه دائما تستند لها بخصوص المنطقه بس هون لانهي هذا الشق انا اتوقع بالنسبه للبنان على الصعيد الخارجي عند موقف أسبن انستيتوت من لبنان بس هيدي شغله اكثر من خطيره اكثر من خطيره ما بعرف اذا كانوا ما يسمى بين مزدوجين مسؤولين بالدوله اللبنانيه عارفين بهالشيء هذا فهمانين معناه بدي ارجع عيد شو هيدي المسؤوليه هيدي الشركه شو هاي المؤسسه شو شو دورها هاي المؤسسه شو دورها شو وظيفتها شو يعني لغى لبنان فيها هيدي هي اللي بتفكر وبتوضع الخطط للدوله الامريكيه هذه من اهم المؤسسات انه بهيدي المنطقه بهذا البلد لازم السياسه تكون كيت على كيت على كيت على كيت الدوزاج الفلاني الدراسات توقع الامور اللي فيها شيء مهم كتير أسبن انستيتوت شغله مهمه كتير كتير يعني عرفت كيف يشطب لبنان يلغى الحق بشيء اخر يعني الحل السياسي للبنان له علاقه بسوريا الحل السياسي للبنان له علاقة بتطورات المنطقة الحل السياسي بلبنان له علاقة بالتوازنات الحاصلة الحل السياسي للبنان وغير السياسي له علاقة بالخارج ليس للداخل له لأنه اللبنانيين ألغوا شخصيته دكتور هيدا أنت عم تقول ايه؟ مستجد في لبنان أنا بقول لك هذا لبنان من يوم نشوءه لا أبدا مش هيك عذرا أبدا أبدا انسى موضوع الشكل خلينا نحكي بالجوهر لا بالجوهر أيمتى كان لبنان اليوم بالله. يحصل فيه اللي يحصل بعيدا عن هذه التطورات الخارجية والمسائل الخارجية وأبعدها كان بفترة حكم السفراء والقناصل بطريقة أخرى القناصل القناصل لحد ولكن يعني شو يعني نفس الصورة تتكرر محطات زمنية عم تتغير لا 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 ما بعمرها كانت بهذا طول عمره في تدخلات دائما بين الدول بيصير في تدخلات خارجية عرفت كيف هذاك النهار عندكم كنت عم بحكي مع زميلنا علي نوردي علي كنت عم قل له كيف انه الاسرائيلي كان يعين رئيس حكومة فرنسا هو كتبها شيمون بيريز بمذكراته يعني مش انه طول عمره في تدخلات بسياسات الدول ولكن هذا الانصياع بهالشكل الذليل الرخيص البلا كرامي لإرادة الخارج لم يسبق في لبنان أنه مرة صارت بدي أقول لك شغل نعم بدي أعطيك مثل بسيط الرئيس أميل إدي ما كانش ملتصق بالسياسة الفرنسية معروف طيب لما إجا بخصوص أشرت لك للشيخ محمد الجسر لما إجا المفوض السامي الفرنسي قال له هذا محمد الجسر بدكم تنتخبوه بكره قال له لا لحظه 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 هذا الشيخ محمد الجسر المعمم ونعم نحن بدنا ننتخبه بكره عرفت كيف قال له نحن قلنا فضل عليكم كموارنه
قالوا لا نحن اللي قلنا عليكم فضل. قالوا كيف؟ قالوا لأنه أنتم بدكم تفوتوا على المنطقة هيدي استغليتوا وجودنا ووضعنا، نحن اللي قلنا فضل عليكم، لا ما بدنا نتبعكم نحن. اضطر أنه ليلتها يحل مجلس النواب لأنه تاني يوم 9 المجلس بده يجتمع وينتخب الشيخ محمد الجسر رئيسا للجمهورية اللبنانية بقرار ماروني. واضح؟ ما كان هيك لبنان يا أخي، لا ما وصل للانحطاط اللي هو فيه اليوم إطلاقا، يعني إطلاقا ولا بأي شكل من الأشكال. يعني لا، هي قصة طول عمره لبنان هيك، هيدي فقط الذين يجهلون تاريخ لبنان والقوى السياسية تكاد تجمع على جهل تاريخ لبنان. إذا وصفنا هذا الواقع كله، يعني إذا وصفنا هذا الواقع المهترئ في لبنان اليوم وعلاجه كيف، هل بالخروج كيف بيكون خروج من المعتقلات المذهبية اليوم كيف، ونحن عم نفوت فيها يوم بعد يوم أكثر، يوم بعد يوم صار اليوم يعني الهبل متعددة مذهبية، كيف نحن عم نفوت فيها، كيف ممكن نطلع منها بيل هيدي ايه تخل كيف إيه هل بالغاء بالقوانين وبالانظمه بموضوع الغاء الطائفيه السياسيه، هل نحن عندنا منظومه قوانين تكون دقيق، انا ماني انسان عم بزت كلمات هيك، عندنا منظومه قوانين تشريعات في شيء منها راقي جدا، يعني راقي جدا، مش شيء مش كلها سيئه، يعني عرفت كيف، بدءا من الدستور، هذا الدستور الموجود اليوم ويلي انا ممكن يكون عندي راي بخالف بعض الاشياء اللي فيه، عرفت كيف، بس هذا الدستور دستور بالقياس لسلوك السياسي متطور اكثر من سلوك السياسيين 100 مليون مره، ما في مجال للمقارنه. وهذا الدستور يلي هو أم القوانين هو الدستور، مش هيك؟ نعم. هذا لا يطبق حتى الآن، لا يطبق بدءا من الحديث عن الطائفية والكذا والإلى آخره، هذا لا، والرئاسات وطائفة الرئاسات كله هذا كذب ونفاق وعدم فهم للدستور. وصلنا لقانون انتخابات وصول لقانون انتخابات يا عيب الشوم، هذا بسوق الدلالي بيشتغلوا شغل أفضل من هذا، بسوق الدلالي بيشتغلوا شغل أفضل من هذا، ما في جنس المستوى يا أخي بالخالص. كل مين بيكون عنده ورقة تافهة مثل وجهه مفتكرة انه شغلة عظيمة، ايه عظيمة لانه بالنسبة لتفاهته تبقى عظيمة يعني، بس لا مش هيك البلد، مش هيك البلد يدار، ولا هيك البلد بيكون فيه النشاط السياسي. بعدين لا خير يرجى يا اخي من معتقلات مذهبية، طب ما حلنا نفهم يعني، منضلنا بلهاء مصرين على ذلك، يعني عيب. رح نزول يفكر الإنسان اللبناني بولاده أنه بدي إياهن ابني وبنتي بدي إياهن أحرار ما يكونوا عبيد، ولو الإنسان اللبناني ما عاد يعني له شيء أنه ابنه وبنته يكونوا أحرار، وصل الذل لهالدرجة متمسك بالمعتقل المذهبي، ما حرام عليه، ما عنده شئمة هذا الإنسان، كيف الحكي هذا يا أخي؟ لا لا لا، الحرية الإنسان، بدي أعطيك مثل حضرتك العبد الفقير وكتار مثلنا، يعني شو كلفتنا الحرية؟ قررنا أنه أنا لست تابع لأي معتقل مذهبي، نقطع السطر خلص صرت حر يا أخي. والله ممتع الحرية طبعا. قد تدفع ثمن فقرا وعدم عمل بالعكس وكذا وكذا بالعكس وكذا بالعكس فقر اليوم. مادي مش فقر حتى الفقر المعنوي حتى الفقر معنوي حتى الفقر المادي غنى معنوي حتى الفقر المادي دكتور اليوم حتى الفقر المادي اللي أسر المعتقلات المذهبية هن عم يطبقوا في المناطق الفقيرة، يعني اليوم محل الاستهداف والتعتير والمناطق الفقيرة يراد لها أنه ينتشر فيها هذه الأفكار المذهبية البغيضة ونقطع السطر طبعا، لما يعودوا الناس قادرين أن يطالبوا بحقوقهم، تبهت كيف؟ ما بيعودوا الناس قادرين يطالبوا بحقوقهم. على كل حال هيدا طبعا بدل يعبر عن وجع الناس، عن وجع لبنان، في هموم كتير، في مسائل إلى علاقة بالمعيشة لازم اللبنان يروح إيه؟ عليها، ولو كرمال رغيف الخبز، كرمال رغيف الخبز ما بيتظاهر اللبناني، ما عيب بيتظاهر يعني. كرمال أمور إلى علاقة بالمذهبية والطائفية تفي علي يا عيب الشوم، بس يا عيب الشوم بس يا أخي. والله الحرية شغلي ممتعة يعني، فيها كرامي، بس انه كيف بيتحرر الانسان بينه وبين حاله، رجع على البيت قعد هيك طب حالته تعيسي كذا وهو بمعتقل، انه طيب ابني وبنتي
بدي اياهم يكونوا هيك اذلاء وبدي مذهبهم اكثر وبدي اوترهم اكثر وبدي اخذهم فيهم المشروع الاسرائيلي اكثر، لانه اليوم البعض بيعتبروا انه ليش عم تهرب على المشروع الاسرائيلي، وانت بينت حضرتك ليش انه يستفيد اليوم بصنع اسرائيليات اسرائيليات في المنطقه وعندنا بلبنان. كله كله انا طول عمري بقولها، كل حالي طائفي ومذهبي حالي إسرائيلي، هذه من قبل الاجتياح الإسرائيلي أنا بقوله وبكتب فيها، يعني نعم. مش كاتب فيها، عرفت كيف؟ من السبعينات قبل الحرب وقبل الاجتياح الإسرائيلي، هذه طول عمري يعني ما بفكر خارج هالتفكير هذا. طيب زيك عم بيصير يشوف شو صاير ببلده وبالعالم. خلينا نشوف هال يعني شو صاير بالعالم المنطقة إلى أين برجع بعد الفاصل الأخير. الجزء الأساسي مما يجري في المنطقة، هل هي تسويات تحصل حول سوريا؟ ماذا حول رمزية الزيارة الإيرانية إلى مصر اليوم؟ هل في الساعات المقبلة تتحضر التسويات في مؤتمرات دولية؟ بعض المعلومات سيكشفها الدكتور حسن حمادي الصحفي اللبناني. ابقوا معنا مشاهدينا وتابعونا. أهلا بكم مجددا، أعود لمتابعة هذه الحلقة. كما ذكرت في المقدمة أردتها حلقة مختلفة عن بعض الحلقات، خصوصا أنها تتحدث عن اليوم المآسي التي تحصل في لبنان في المنطقة، موضوع الجيش، موضوع العرسال. ولو أنه بعض أصدقائنا عبر الفيسبوك طلبوا أنه نسمي من هي المجموعات التي تقف خلف هذه خلف المسلحين في موضوع ضرب الجيش واستهداف الجيش، إلا ما هناك. على كل حال اللبنانيين بيعرفوا، ولكن مطلوب الوعي اللبناني كما ذكر ضيفنا دكتور حسن حمادي الصحفي اللبناني في هذا الإطار. دكتور، في هذا الجزء الأخير ودائما أنت عودتنا أنه في عندك معطيات مختلفة. في سوريا اللي واكبت من أول لحظة نحن وياك وتحدثنا فيها، دائما كنت تستند للقراءات الخارجية والداخلية حتى إلى المعطيات. ما الذي يحصل حول سوريا اليوم دكتور؟ يعني على أبواب التسوية بالمنطقة ولا حكي بس؟ الواقع أنه مش ما بدي أقول بالمنطقة، بالنسبة للوضع السوري حصرا يبدو أنه بدأت الأمور تتجه تدريجيا بس بخطة هادئة، يعني كتير على مهل، في اتجاه طاولة الحوار. نتيجة شعور الولايات المتحدة اللي هي صاحبة القول الفصل باستمرار الحرب الدائرة في سوريا أو بتوقف الحرب الدائرة بسوريا، لأنه هذه الحرب عمليا هي حرب عدوانية بكل معنى الكلمة. نعم، لا أكلت من زمان لعبة الأمم، أكلت كل المطالب الديمقراطية اللي كانت ترفع بالأول عمليا، وصبح واضح أنه تحويل سوريا إلى مدن مقابر، يعني كما هو للأسف، يعني الأمور عمالي نعم أخذت هذه الوجهة، بس إن شاء الله تتوقف. يعني في شعور بأنه صعب الانتصار بهذه المعركة، لأنه صار في كتلة دولية كبيرة، لأنه بالداخل في أيضا شعب يعني ما وافق على إزالة بلده عن الخارطة، وعلى الصعيد الدولي أيضا في كتلة دولية، كتلة شنغهاي وقفت بوجه الأحادية يعني. وبعدها واقفة لا، وبدها تروح توقف أكثر فأكثر. ليه يعني. شو بعد فيه حتى بالمفاوضات؟ طبعا شو عندك معركة المفاوضات، يعني معركة توازل معركة الميدان، ومعركة خطيرة جدا لسبب بسيط. شو؟ لأنه بالمفاوضات بدك تحدد من الذين سوف يجلسون على طاولة الحوار. بيني تقريبا اليوم كيف؟ من بين اليوم دكتور بين لا. النظام وبين القوى المعارضة، هذا اليوم في قوى معارضة جاهزة إن كانت هيئة التنسيق، وفي قوى أخرى معارضة اليوم عم تنضم على القليل موقف معاذ الخطيب رئيس الائتلاف المعارض. نعم، بدي أقول لك هيئة التنسيق كيف الأمريكان رافضين أن يكونوا هن أساسيين بالتمثيل، أنه بتمشوا وراء الإخوان المسلمين. أهلا وسهلا، ما بتمشوا وراء الإخوان المسلمين في كاتم للصوت، نكتم لكم الأمريكان بدهم إخوان مسلمين طبعا، لأنه بطبيعة الحال هي من سنة 2007 نعم. منذ قيام الجبهة الوطنية للإنقاذ عرفت كيف،
والولايات المتحدة عمالة تعمل لتفجير بسوريا. نعم. والدور هون الأساسي اللي لعبه هو السفير فورد الأمريكي اللي هو تلميذ ومساعد نيغروبونتي بتطبيق الحل السلفادوري بالعراق. شو الحل سلفادور؟ بلد أمريكا اللاتينية. أوكي. طيب. آخر السبعينات أول الثمانينات، لأنه هذا البلد بده يتحرر عن الولايات المتحدة، عملوا فيه عليه حرب عملوا ميليشيا تابعة على CIA إلى آخره، وبلشوا يعملوا عمليات تقتيل واغتيال. خلال كم سنة 75 ألف قتيل بالسلفادور. طبق نيغروبونتي اللي كان هو بالسلفادور، عرفت كيف، بأندوراس كان بس يدير من أندوراس الإجرام بالسلفادور وبنيكاراغوا، جابوه الأمريكان دغري حطوه سوبر سفير بالعراق. بلشوا يطبقوا شيء اسمه سلفادوريان أوبشن، الخيار السلفادوري بالعراق، يعني روحوا على منطقة فيها سنة فجروا هونيك ليتهم الشيعة، روحوا على منطقة شيعية فجروا تيتهم السنة، لنجر العراقيين من شعرهم لأنهم يتقاتلوا مع بعضه. فتنة، عرفت كيف؟ وعملوا وبعدهم مستمرين، وعبر جيوشهم يلي هي شركات أمن وكذا بعدها مستمرة الحالة هذه بالعراق. نفس الشيء هذا فورد كان هو بالعراق مساعده لنيغروبونتي، وعمل سفير بسوريا بعدين، وجيبوا واجا واشتغل واشتغل بتحضير كان مبلش من لما كان بالعراق، عرفت كيف، وراح على الجزائر، بس كان برضو الشغل عمالي بيكون ديفيرسيون لحتى ما ينتبهوا السوريين للقصة، بعتوا على الجزائر رجعوا جابوه على سوريا الخيار السلفادوري، وعملوا شيء اسمه دخلوا المنظمات الإرهابية ودخلوا كذا. قبل سقوط القذافي 600 من المقاتلي القاعدة بالمغرب الإسلامي اجوا على سوريا عبر تركيا. نعم. قبل بست أشهر، واللي أشرف على المشرف الأول على انتقالهم هو فيلتمان، يعني هو جيفري فيلتمان، تبهت كي؟ نعم. جيفري فيلتمان، اي طبعا هذا اللي قاد مشروع اسمه الارهاب. طيب. ذات الوجه الانساني. عظيم. تيروريزم افيزاج هيومان. اذا انت عم تحكي بهذا الاطار كانوا ماشيين، اليوم كيف بدهم يمشوا بالمفاوضات؟ كيف بدهم يمشوا بالمفاوضات اليوم؟ لقلة. شو هي المتغيرات الامريكيه اللي عم تحصل لحتى ينجحوا مفاوضات اليوم دكتور؟ لا رح اقول لك، رح اقول لك، بس هذا تقول لك انه هن مركزين من 2007 أنه في قوة وحيدة يجب أن تكون هي البديل، هي الإخوان المسلمين، ولا يجوز أبداً لأي خيار ديمقراطي علماني قومي أن يكون له أي نفوذ بالنظام الجديد الذي سوف يقوم. يمكن هيدا قبل بست أشهر، بس اليوم بعد ست أشهر، اليوم بعد من ست أشهر وهيك تغير أو أقل حتى. لا ما تغير شيء. اليوم واقع مصر دكتور، ايه؟ واقع التعامل حتى الأمريكاني مع المعطيات السورية تغير، حتى الواقع مع التعامل مع الإسلاميين. لا لا بدي تغير بعد أمرك. عندي أنا رأي وجهة نظر، قد يكون رأيك على حق، يعني على صواب، لا أنا عم أقولك شو عم بيصير، بس أنا رأيي مختلف. توصيف، نعم، توصيف واقع. سيدي سيدي لقلك هني بدهم أنه الإخوان المسلمين يكونوا الممثلين الوحيدين. لذلك مبارح لما هيئة التنسيق عاملة مؤتمر الدولي بجنيف، ما في دولة أوروبية عطتهم فيزا تيجوا يحضروا المؤتمر، وضغطوا على سويسرا إنما تعطي فيز. طيب. لو كانوا هؤلاء الناس ما لهم صفة تمثيلية على الأرض، ما كان في ضرورة يكملوا أفواههم بهذا الشكل. مطلوب كم أفواه الجميع تكون بس الإخوان المسلمين، بدهم يجربوا الأمريكان أنه يمرقوا هالمعادلة هذه. يبدو أنه في رفض لهذه المعادلة، ما رح تمشي يعني، يبدو أنه بعد قصة في مصر، رفض بعد قضية مصر يعني، ولا بعد معطيات لا مصر. لا حتى بمعزل عن قضية مصر، طبعا قضية مصر بتزيد الأمور بتزيد، ولكن يبدو أنه هالموضوع هذا مش رح يزبط أيضا. لذلك هلق عمالي بيجربوا الأمريكان ماكسيموم، بلكي بمرقوة الإخوان المسلمين والكل تابعين لهم، لأنه فيها الارتباطات وفي شو اسمه، وبالتالي لأن الإخوان المسلمين عملوا قيادتهم وبمعزل عن معرفة القاعدة عملوا ديل طويل عريض مع الإسرائيليين، يعني عملوا ديل له أول ما له آخر يعني، وهيدي تعتبر. وبعدين عملوا ديل، يمكن عملوا ديل مع الإسرائيليين ومع الأمريكان إنه حتى نحن مستعدين أن نلغي شيء اسمه سوريا الحرة. نعم. وأن من شان هيك عادوا إلى عالم الانتداب الفرنسي وإلى كذا، يعني ومن شان هيك
طبعا مكان بسيط. ومشان هيك راحوا حضروا شاركوا بمؤتمر بمؤتمر 6 تموز 2011 اللي حتى الدولة السورية ما عطته اي اهميه، وهو اخطر ما يكون هذا المؤتمر، المؤتمر الصهيوني الاسرائيلي يلي شارك فيه الاستاذ الدروبي عن قياده الاخوان المسلمين بشكل علني بباريس. عرفت كيف؟ تركيز كامل انه الاخوان المسلمين وفقط الاخوان المسلمين. طيب دكتور، هيدا هلق هيدا الشيء كيف قدام المفاوضات شو اللي تغير؟ بده يتراجعوا ليه؟ هل لانه الواقع الميداني اختلف؟ هل لانه في معطيات اقليميه جديده؟ ليش اليوم عم نشوف تباعد سعودي عن هذا المشروع، عن 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 رأس الحرب باتجاه سوريا؟ هل لأنه في معطيات جديدة اختلفت بتساهم فيها دول الخليج؟ وهلا بدي أحكي عن زيارة الرئيس الإيراني إلى مصر كمان ونفصل فيها. هاي مهمة. دول الخليج ما لها أي قيمة، ما لها. الدول العربية ما لهم قيمة أساسا كلهم. بدي أقول لك، الولايات المتحدة بالكباش اللي لها مع مجموعة شنغهاي، نعم، يعني مع الصينيين ومع الروس، واللي عندهم ملفات طويلة عريضة كبيرة كتير الملفات، عرفت كيف؟ اليوم منن قدروا أخذوا بلعوا كل العالم العربي. هيدي هالجزء الباقي جزء عاصي يعني، برضو دخلوا له ضربوا القلعة من الداخل سوريا يعني، عرفت كيف؟ ومع ذلك لم تسقط القلعة بالكامل، بمعزل عن من يحكم القلعة، مش عم بحكي هيك أنا. في واقع دولي أصبح موجود اليوم، في واقع دولي أنه إجت القوة الإقليمية الإيرانية على المتوسط وأصبحت قوة متوسطية. انتبهت كيف؟ وهي صاحبة الدور الأساسي اللي مانع إسرائيل أن تشن حرب إيران. طبعا، لأنه إسرائيل اليوم بأفضل حالاتها عند الدول العربية شبه إجماع على تأييدها لشن حرب يعني، ومساعدتها، وكل رح يهطفوا بالروح بالدم نفديك يا إسرائيل يعني. طيب، حكومات العربية. طيب، هذا الواقع المشهد المصري، ولكن الوضع الإيراني يمنع هذه الحرب من أن تقوم. طيب المشهد المصري اليوم يا سيدي، شفنا هذه الصور قدامنا اللي كانت خلال النهار، خطيرة. الرئيس الإيراني إلى جانب الرئيس المصري بعد فترة طويلة من 79، 34 سنة ما شفنا حدا إيراني بمصر. صحيح الرئيس لجمهورية إسلامية إيرانية. صحيح. شو يعني هذا؟ كيف تقرأ فيه؟ هذا كمان بتحالفات، مع أنه الرئيس معروف جوه كيف وموضوع الإسلاميين والإخوان، كيف تقرأ بهذه الزيارة؟ لقلك أول شيء الأشقاء الإيرانيين يعني فعلا سياسيين، سواء كنا منحبهم أو ما منحبهم، من طراز رفيع جدا يعني، طراز رفيع يعني. نعم. وبعدين عملوا دولة قوية عندها قوة ردع يعني، وثبت أنه عندها قوة ردع بدليل بعد ما حدا قدر هجمها بحرب تقليدية يعني، بيهدد وبيهدد وصبح حدا عم يعمل شيء. منعت إسرائيل من أن تشن حرب، لأنه شو بدك ظرف ملائم أكثر من هالظرف لإسرائيل تفوت وتدمر؟ وما حدا يفتكر، قل لهم للإخوان السوريين الموجودين بالسلطة، إياكم تفتكروا أنه إذا فتحتوا معركة على إسرائيل رح تحتووا التناقضات الداخلية بسوريا. لا، ما صحيح. ما صحيح. إذا فتحتوا المعركة مع إسرائيل سوف تدخل إسرائيل ضدكم بحرب تقليدية، والمعارضة المسلحة الإرهابية اللي عم تخوض حرب داخل سوريا رح يستفحل عملها أكثر، لأن العلاقة مع إسرائيل عضوية أكثر من ما بتظنوا. هني من حوالي السنة ونص حاولوا التحرش وقتها بالحدود بالجولاني، ويروحوا الشباب ويقفزوا على الأسلاك الشائكة وكذا وإلى آخره، ما كان إلا أي مردود بالداخل السوري بالنهاية. ما أثرت بوقف على المقدمة، حتى شفنا مشاهد في خيار صهيوني في منطقة ما، إسرائيليين في منطقة ما في شمال حلب، لا موجودين، تقارير إعلامية لتلفزيونات إسرائيلية عملت في شمال حلب، وما شاء الله مقاتلين. شفنا أبو فادي على التلفزيون قالوا إذا شارون بيجي نستقبله، وضد بشار الأسد حطوا بعيني، يعني سمعناها نحن على التلفزيون مع الإسرائيلي، مع الصحافي الإسرائيلي التلفزيون. خليني ارجع لموضوع الرئيس الايراني، الرئيس الايراني هيدي بعرف عنا في عنا بعد شوي اتصال على كل حال من ايران. شو قراءتك لها؟ في اول شيء
إيران يا سيدي كدولة عظمى فارضة شروطها على الإقليم، وبالتالي قدرت هي من ببراعتها قدرت أن تستدرج الحاكم مصر الجديد يلي هو مثل ما بتعرف بالإضافة أنه أخوان مسلمين، ولكن هو رجل أمريكاني متطرف يعني. هذا الرجل كان بالنازة يعني، وياريت مصر بتستفيد منه للدكتور مرسي كمهندس، لأنه مهندس بارع، لأنه تيكون بالنازة وبيشتغل على مشتغل على مشروع ديسكوفري بأول ثمانينات وعلى الألومنيوم المبولد بالفضاء وإلى آخره، معناته الرجل كفو. بس تيكون بالنازة يعني معناته خلص وفات بسيركوي، خلص ما عاد رجل بخص الأمريكي. اليوم هو رئيس مصر، اليوم هو رئيس مصر، ومصر ومنه مرتاح كرئيس مصر هو. عرفت كيف؟ يعني ما قادر اليوم أنه يكفي بحرب على إيران، منه قادر. لا بس هو أكثر من هيك، رايحين باتجاه الصداقة مع إيران، باتجاه المشاركة. إيه هلق ولو أن اليوم في إشارات بالكلام. حصلت بمصر، في إشارات بالكلام. حتى بالأزهر الشريف. صحيح. من شيخ الأزهر أو صحيح. بيان مش من شيخ الأزهر، من بيان صحيح. عن الأزهر صحيح. حصل في بعض الإشارات حول موضوع صحيح. توسع الإيراني مذهبيا صحيح. حول صحيح. موضوع الخليج وأمن الخليج، حول موضوع معالج لسوريا صحيح. عناوين عدة في هذا الإطار. ما دخلوا يعني شهر عسل، ما في شهر عسل مصري إيراني يعني، بعد مصر بالمعسكر الإسرائيلي الأمريكي ما في، ولكن في الحقيقة الإيرانية فرضت نفسها على الإقليم كله. نعم. وما شاهدناه اليوم بمصر نعم. هو نتاج هذه الحقيقة الإيرانية التي فرضت نفسها على الإقليم. نعم. هذا الواقع يعني. هذا المشهد اللي هذا المشهد اللي شفناه. ايه طبعا. وبعدين في قوى بمصر، قوى شبابية وكذا ايضا كتير متفاعلة مع ايران يعني، جدا متفاعلة يعني. بالنهاية القوى اللي ضد اسرائيل بمصر كلها متعاطفة مع ايران، لانه بتعرف انه ايران هي اللي تمنع انه اسرائيل ترجع تقوم ب حروب تقليدية ساحقة ماحقة يعني. هون اليوم كان في إشارة على كل حال من شيخ بالأزهر، متحدث باسم الأزهر، حول موضوع الرابط، أنه اليوم نحن كلنا ضد إسرائيل بأي ضربة لإيران، يعني ما يجمعنا هو العداء لإسرائيل ما بين الشعب المصري، الشعب حتى على مستوى الشعب والقاعدة الشعبية وحتى القيادة السياسية مع إيران. ولكن في تفاصيل أخرى، بارح الرئيس أحمد نجاد كان عم بيحاول مرق رسائل، لو كنا نحن ومصر اتفقنا نقدر نزيل إسرائيل. إيه طبعا طبعا أكيد. بس ما المسألة أنه بتعرف مصر مقيدة بإيديها وبإجريها وبكل شيء يعني، مقيدة بالكامل برضا حكامة يعني، لأنه حكامة قادرين أنه يكسروا القيود وخلص تحررت مصر يعني، ولكن هني بالنهاية مرتبطين مرتبطين. والولايات المتحدة أسهمت بإيصاله للأستاذ مرسي ولحزبه إلى الرئاسة إلى الحكم، عرفت كيف؟ لأنه إلهم باستراتيجية الأمريكية إلهم دور معين ودور أساسي يعني، دور إلغاء الهوية العربية، دور ضرب الشعور القومي، دور تسعير الفتن المذهبية إلهم هذا. بعدين الأزهر في شيء، إنه في اتجاه داخل الأزهر، اتجاه داخل الأزهر ضد الفتن المذهبية، هذا اتجاه موجود. نعم. موجود، وهذا يقول بالانفتاح على إيران. ما عنده اليوم أساسا، ما عنده اليوم تحذير الإيراني أو طلب من الإيراني ما يصير في مد سموه مد الشيعي باتجاه بلاد السنة. لأنه بدهن نعم، لأنه بدهن يراعوا الوضع الداخلي المصري، لأنه قيادة الإخوان المسلمين عاملة عملية توتير مذهبي كريه جدا يعني. انتبهت كيف؟ بدي أقول لك شغلي، يا سيدي الأزهر، الأزهر هذا المشهد اللي شفناه اليوم اللي شفناه اليوم في كتير إيجابية من قبل الأزهر، لأنه هذا هالمشهد هو ضد سياسة الإخوان المسلمين. نعم. اللي شفناه اليوم نجاد بالأزهر ضد سياسة الإخوان المسلمين، هذا يفسر لماذا بالزمان بالعشرينات من القرن الماضي بريطانيا العظمى شجعت وساعدت على قيام تيار الإخوان المسلمين ليكون نقيض وبديل ورديف وأيضا ربوق للأزهر.
لأنه كان الأزهر صحيح بيتبع عادة الحاكمين، ولكن ماذا إذا إجا يوم وتمرد الأزهر؟ إذن لازم يكون في قوة أخرى موجودة. هذا السبب أنه من الأساس من العشرينات دائما الإنجليز بيدعموا قيادة الإخوان المسلمين، دائما بيدعموها. لهذا السبب ما ننسى أنه بال2006-2008 كانت تطلع تظاهرات شيوخ شباب بالأزهر، شفناهم على التلفزيون، يا اسماعيل ويا هنية وعتسيب البندقية، وكانت هالشي هذا ضد سياسة حسني مبارك. نعم صح ولا صحيح؟ طيب، لأنه في جيل شباب بالأزهر ضد الفتنة مع الأقباط، ضد الفتنة المذهبية، وبالتالي ضد إسرائيل، هذا شيء موجود يعني. لذلك هودي يعتبروا قوة الدفع باتجاه الانفتاح على إيران. نعم. وعدم الولوج أكثر فأكثر بعملية التمذهب والصراع الفتنوي. يعني. خليني أختم بهذا الخبر، أنه فيما أنه اليوم عم نتحدث عدة عناوين اليوم مطروح هيك بشكل شفافية، من الأراضي المحتلة كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن توقف إحدى أكبر شركات هاتف الخلوي في إسرائيل عن العمل إثر خلل مركزي وتعطل الخدمات المقدمة لثلاث ملايين مشترك ما أثر في الحياة اليومية كذا كذا. لكن الأهم، يبدو حسب المعطيات لهلأ ما أنا مؤكد، أن لهكر هذه الشركات والمواقع الإلكترونية هو هاكر سوري. هذه حرب الإلكترونية، كله ممكن يعني. هون بهذا الموضوع هو هجوم حصل على مواقع إنترنت الكيان الصهيوني ردا على الهجوم الإسرائيلي على مركز البحوث العلمية، هيك كتبوا الهاكرز ببعض السوريين. أنا ما بعرف إذا كان نحن وضع شبكاتنا الداخلية، شبكات الخليوي بلبنان اللي عمالي بتتعرض فعلا لإدا، إنه ما يكون في شغل إسرائيلي عليها حتى اللي بلحظة معينة يعطلوا لنا إياها بالكامل الإسرائيلي، ما بعرف يعني بعرفش. بس لأنه مش طبيعي الشيء اللي عم يحصل على صعيد الخلية وعنا يعني. وبالتالي الحرب الإلكترونية ما عاد حدا في يقول أنا مسمر السماء إلي يعني. وين ما كان بيطلع خصوصا جيل الشباب الصغار هلأ بمصارف، كل مصارف صايرة بإسرائيل، مصارف وشركات كبيرة تكنولوجية وغيرها، وربما الآتي أعظم في هذا لأنها الحرب المفتوحة لك، كان خلينا نسميها حرب مفتوحة بالكامل. إن شاء الله أنه سوريا تروح اتجاه طاولة حوار، لأنه إذا ما صار هالشي هذا يبدو كل مؤشرات نحو طاولة يعني. الحوار هكذا التفاصيل. إيه إن شاء الله لعبة توازن القوى. نعم. الدولي بيقول ذلك، وأيضا بالنهاية قال إسرائيلي شغلة خطرة هذه، إحنا ما بيهمنا من يحكم سوريا، المهم أن تدمر سوريا من الداخل. هذه حرب تدمير سوريا من الداخل يجب أن تتوقف يعني، يجب أن تتوقف. على أمل ذلك أنا أشكرك دكتور حسن حمادي الصحفي اللبناني، وأنت ضيف عزيز على كل حال. نحن وياك دائما نتحدث بكل أمور. اليوم كانت عنا إحاطة، حتى كنا نتمنى وقتنا يكون أكبر، مشاهدينا كانت إحاطة شاملة حول موضوع الجيش، الاعتداء عليه في عرسال، نتائج وتداعيات هذه الحادثة الخطيرة أو هذا الاعتداء الخطير، قراءة جرت في هذا الإطار حول اللبنانيين، المعتقلات المذهبية التي يجب أن يخرج منها اللبنانيون، وأيضا إلى موضوع سوريا تحدثنا عنه وموضوع إيران والعلاقة مع مصر. أنا أشكر دكتور حسن وأشكركم مشاهدينا على هذه المتابعة، وأشكر الزميلة رشا زين التي ساهمت معنا في إعداد هذه الحلقة. إلى اللقاء الأسبوع المقبل بأمان الله.